اول اقتراح هو واحد الصابون كنت عطيته شحال هذه هو ديال الغسيل ديال الماعن. دابا بواحد التركيبه جديده كيعطينا واحد الخليط اللي خاطر عاقد وكيودينا واحد المده كنزيدو واحد المده واحد كنزيدو واحد مثلا واحد الاسبوع على داك الصابون اللي كان قديم. اييه بالنسبه للصابون كناخذو كيلو ديال الصابون خضر صابونه ديال فيها هي معروفه مرطبه راه دابا كانت غير عاديه ولا دابا فيها الانواع فيها بالخيار المهم راها مرطبه راها معروفه وكناخذو دابا ناخذو 3 لتر ديال الماء يكون طيب كناخذو اطرونس مع الصابون الخضر واطرونس كنحكو ديك الصابونه وكندوبوها فيه اييه كنخليهم ليله كامله النهار الاخر كنحركوهم مع بعضياتهم وكنضيفو ليهم 4 معالق ديال الخل الخل الابيض وليهم 2 معالق ديال الملحه الدور ديال ديك الملحه راه مجرد ان غنضيفوها في واحد القرعه واحد القنينه راه غادي نلقاو غير كنضيفوا ديك الملحه داك الخليط كيختار لينا كيعقد كيعطينا بحال الصابون اللي كيتباع دابا يعني في القرايع عاقد وكيدينا واحد المده طويله وهذا بحال ما تحافظ هذيك الملحه الناس اللي ما كيوجدوا ما كيلقاوش هذا الصابون الخضر وعندهم غير داك الصابون ديال القرعه غادي ناخذوا النص ديال ديك الصابون غنضيفوا ليه الماء يكون شويه دافي يكون سخون شويه وكنضيفوا ليه معلقه تاع الملحه غير كنحركوا غيبان لنا داك الصابون راه عقد ويعني حنايا ضاعفنا الكميه بنصف الكميه ديال القرعه بالنسبه للنصيحه الثانيه باش كنحيدوا البقع ديال اللي كيكونوا في الزربيه مثلا ديك السفوريه ولا مثلا طاحت علينا طاحت شي حاجه كندير واحد الخليط فيه الماء والخل الابيض وواحد شويه ديال الملحه كنحاولوا نحركهم في واحد القرعه اللي كيكون بخاخ كنرشوا ديك البقعه مزيان حتى كتفزك كنديروا واحد الفوطه من فوق ديك البقعه وكناخذوا المصلوح يا اما المصلوح يكون سخون ولا المهم شي حاجه تكون سخونه وكنحطوها فوق من ديك البقعه ياك صافي كنبقاو كندوزو صافي وكنمسحوا غادي تحيد البقعه ما غاديش تبقى غادي ترجع يعني ما غاديش بحال كننظفوا ديك الزربيه بطريقه يعني طريقه سريعه سهله يعني ما سريعه في نفس الوقت الزربيه ما غاديش تبقى فيها لا ما لا حتى شي حاجه بالنسبه للنصيحه الثالثه بالنسبه للناس اللي كيبغيو عندهم هذا عندهم لي ترموس اللي كيكونوا ديال لينوكس من برا ما كنبغوش نحكوهم لا بجيكس لا بوالو كنبغيهم يكونوا ديما نقيين كناخذوا غير المشروب الغازي الاسود كنكبوه على هذاك وكناخذوا بحال كنديروا واحد القطعه بحال دايرين واحد الطريف ديال التوب هو ماشي توب غير بابي الومنيوم وكنحاولوا ندوزوا على هذاك من برا على هذاك الترموس كله من برا صافي وكنشلوه ها هو الترموس ديالنا رجع جديد اذا كنكبوا المشروب الغازي الاسود وكنحكوه بالالومنيوم بابي الومنيوم غير كندوزوا يعني غير كنمريو مريه خفيفه ولكن هذيك القطعه كتكون مو بساطه يعني ما نكمشوها لا والو باش ما تجرحوش بالنسبه للنصيحه الثالثه وهي تنظيف ديال الحمامات من داك الكالكير اللي كيكون في الجناب ولا هذا كناخذوا الزنبوع هو داك الليمون لرنج ولا من كل واحد شنو كيسميه لقيتو دابا كاين دابا دابا حنا غنستغلوا هاد الوقيته وغنصاوبوا واحد الكميه اللي غتبقى عندنا مثلا غنديروا 2 قراعي ولا 3 ويبقاو عندنا كناخذوا داك الزنبوع كناخذوا غير القشره ديالو العصير ديالو نعصروه ونحتفظوا به غنحتاجوه في واحد النصيحه اخرى كندير القشره ديالو كنديروها في واحد القرعه كنعمروا عليها بالماء طيب يعني تقريبا نص ديال القرعه بالماء طيب وكنخليوها المده ديال 3 ايام حتى الاسبوع ملي كنجيو كنصفيو داك الماء كندير رجعوه للقرعه وكنحيدوا دوك القشور وكنضيفوا نص كاس ديال الخل الابيض وجوج معالق ديال البيكربونات ونحاولوا ما نقربوا لا لوجهنا لا ليدينا لان غيتفاعل داك الشيء غيخرج لنا واحد الكشكوشه كنحتفظوا به ما نحركوه ما والو غير نحتفظوا به غير نكبوا داك الشيء ونحتفظوا به ملي غنبغوا ننظفوا عاد غنحركوا كنرشوا دوك البقع اللي عندنا فيهم الكالكير واللي كيكونوا في الحمامات صافي وكنخليهم واحد المده مثلا ربع ساعه ولا نص ساعه وكنجيو غير بحكه خفيفه غيحيد داك الشيء كلشي كلشي حيد عندي مثال بالنسبه للعصير ديال الزنبوع اللي قلنا غنحتفظوا به غنحتاجوا في تنظيف ديال الفرنو ديال لينوكس ديالنا البوطه اللي كنطيبوا فيها كيكون فيها داك الشيء ديال الليدام وهذا كناخذوا داك العصير مثلا ديال جوج زنبوعات
ولا ثلاثه كنديروه في واحد القرعه وكنضيفوا ليه شويه ديال البيكربونات وكنحركوا وكنبقاو نرشوا كنخليوه واحد المده وكندوزو غير حلفه عاديه ديال الكوزينه صافي. وواحد النصيحه يعني ملي كنمسحوا وكنساليو ونمسحوا بواحد الزيت ديال الكوزينه يعني كنمسحوا كننظفوا داك الفرن ديالنا. خذوا البابي ابسوربون هو باش كنبريي انا المرايه ديال الفرن وديال هذا باش ديما كتبقى عندنا ديك اللمعه أيه. فاش غير كنمسحوا غير بالماء وكيبقى لنا شهب يعني ما كيعطيناش ديك اللمعه. نزيدو نشفو بحال كنمسحو الدجاج بحال مثلا كنمسحو الدجاج بحال هكاك. انا كنمسح بابي ابسوربو كيعطي اللمعه للفرن وفي نفس الوقت كيحتفظ لينا عليه ما يبقى فيه لا ما لا حتى شي حاجه اللي غادي يصديه ولا مثلا غادي يخسروا لينا. اييه ايوا المهم هذو هما النصائح. تبارك الله ما شاء الله عليك. ان شاء الله خطره اخرى. ان شاء الله باذن الله. مرحبا زايره. الله يلاه تخليك. تبارك الله عليك.